فريدة فريدة تعالي. نظفت المطبخ؟ اي نعم. زين الحين بتروحين، لكن بكرة الصبح تجيني بدري، انا الساعة 9 بالضبط لازم اكون بالمستشفى، فاهمة؟ حاضر. روحي فتحي الباب. من اللي بتجينا هالحين؟ السلام عليكم. حسن موجودة؟ منيرة؟ ليش الحين بعد تجيني البيت؟ عقب اللي سويتيه واللي قلتي له ابوي؟ انا ظالمة وحرامية يا منيرة؟ مقبولة منك يا حصة. أنا بصراحة كنت ناوية أتصل فيك وأعتذر عن اللي صار، لكن خفت تسكرين تليفون بوجهي وتفشليني، وهذا أنت الحين فشلتيني حتى وأنا في بيتك. وليش أنت فشلتي أبوي يوم جابيتك؟ أنا آسفة وعذرتك بأي شيء تقولينه لي، حتى لو تطرديني من بيتك يا حصة صدقيني ما راح أزعل. أنا غلطت وأبيك تسامحيني، وهذا اللي أتمناه. تفضلي يا منيرة. مشكورة يا حصة. مرزوق هو اللي وصاني بصراحة ولزم علي اني اقول الحكي هذا حق العم خلف، علشان اسكته انه ما يتدخل بيننا. غريبة، وشلون تسمعين كلام مرزوق وانت مو مقتنعة فيه؟ انت مالك راي؟ ما كنت كذا بالاول يا حصة، كان رايي في راسي. حتى زوجي الاول ابو سالم لما كان يقول لي لا اقول له نعم، يقول لي يمين اقول له يسار. بس مع مرزوق ما ادري ايش اللي صار لي يا حصة، في كل شيء اوافق الراي، ما اقدر اعترض على اي شيء يقوله. مو عيب يا منيرة ان المرأة تطيع زوجها، لكن الطاعة شيء واللي قاعد اسمع الحين شيء ثاني. حطي بالك يا منيرة، ترى اذا استمريت على الحال حياتك وحياة عيالك بتتدمر كلها. ما أدري إيش اللي صار لي، ما أدري.